نروح لموضوع في غاية الأهمية، وهو مؤسسة حياة كريمة اللي أصدرت تقرير. التقرير ده رصدت من خلاله إنجازات القطاع الطبي في المؤسسة، يعني في إطلاق 77 قافلة طبية. ال77 قافلة طبية دي في مختلف محافظات الجمهورية، وبتنظم العديد من القوافل الطبية. لو هنتكلم على ال77 قافلة طبية بلغة الأرقام تحديدا، هنتكلم على 53203، ده إجمالي عدد المواطنين في 14 محافظة من المواطنين اللي تم استهدافهم بهذه القوافل الطبية في محافظات الجمهورية المختلفة. تفاصيل وأرقام ومعلومات أكتر تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. نجح القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق 77 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية، شملت جميع الخدمات الطبية والعلاجية وكذلك الخدمات التوعوية للمواطنين. وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 53203 مواطن في 14 محافظة من محافظات الجمهورية. كما قام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات لتلقي العلاج اللازم في محافظات الجيزة، الشرقية، المنوفية، الغربية والوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو من عام 2022. وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات في شهر يناير الماضي، استطاع القطاع الطبي تحويل واستقبال الحالات المرضية بمختلف المحافظات، وتم إصدار خطابات لعدد 174 حالة تشمل 23 تخصصاً مختلفاً، وجاءت محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية كأعلى ثلاث محافظات في استقبال الحالات المرضية في مختلف التخصصات. ووصل عدد الحالات العاجلة والاستغاثات التي تطلبت تدخل القطاع الطبي بشكل عاجل من حيث سرعة العرض على اللجنة الفنية وإصدار الخطابات بشكل فوري عدد 109 حالات. وبلغ عدد المستشفيات المستقبلة للحالات 20 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، وتم إجراء 8 عمليات بالمستشفيات الجامعية في 9 محافظات في مختلف التخصصات، تنوعت ما بين تركيب شريحة وتوسيع شرايين الشريان الحرقفي وتعديل في اختلاج شرايين القلب واستئصال ورم بالبلعوم وغيرها. مؤسسة حياة كريمة أسست القطاع الطبي بهدف تقديم الخدمات الطبية الجيدة لمختلف محافظات الجمهورية عن طريق توحيد وتقوية جهود الدولة المقدمة للمجتمع كافة، وأن يصبح القطاع نموذجاً يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية الشاملة والتي أساسها معايير الجودة وتكوين فريق من الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي يتميزون بالكفاءة والمهارة والدافعية ولديهم الإيمان الكامل بالمسؤولية نحو صحة المجتمع.